بقول هتيك بطنين لو بقول الفيديو أنا لا هي مو هي خبر مو هي حال لها شقده مركو جرا ودراي مركو مسخوش كجرا ودراي مركو وحو هذا دبع عن لها دبع عن لها هاي وهاي القفا جعشة هاي إن وحسن سك وح في حسن ما ينسى أدر أد نكع جعشة هاي مجلس رومانتيك عن ودراي ودراي أصو شقد الجوجا أصو إيجا مكان أصو سفر جرا أصو محلها إلى الجوجا وحوها دبعين أصو جنسا سو يبسو دري جري فيديو ياش دقيقة دقيقة وإلا هذا أنا هيا إلا هذا ما هيا محاك هيا شو بقوله فيديو فهمي زين مرك دقن كان ونوعها لا 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 دقن كان دقمينا نوعها إن سكول هذا الفيديو إن فيديو سكودرنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدب سلامتي إذا ما أنا خيارتها شرفت له ملو بأجوكتين. إن سادة وسوعتين بشري هلكن وحنكسي داي مقال كاسي وانكيه هذي إن خضر يفهمه وحبذنا عنو بدامني. لكن أنت سدي أن فيرني ما إسمه قرن إبويس كبدش. هدبه محاسك بدري. مقاطع يرير دابو كدبنا عندنا ففاهمت قود خضر يفهم انت بقى بقول هتيك بطنين لو بقول الفيديو أنا لا هي هاي مو هي خضر مو هي حال لها شقده مركو جرا ودراي مركو مسخوش كجرا ودراي مركو وحو ها دبع عن لها دمع عن لها هاي وهاي قفا جعشة هاي إن وحسن سك وح في حسن ما ينسى أدر أد نكع جعشة هاي مجلس رومانتيك عن ودراي ودراي أصو شقد الجوجا أصو إيجا مكان أصو سفر جرا أصو محلها إلى الجوجا وحوها دبعين أصو جنسا سو يبسو دري جري فيديو ياش دقيقة دقيقة وإلا هذا أنا هاي إلا هذا ما هيا محاك هيا شو بقوله فيديو فهمي زين مرك دقن كان ونوعها لا 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 دقن كان دقمينا نوعها إن سكول هذا الفيديو إن فيديو سكودرنا أسمعنا يسو دراي أنا كنا ما أدري هذا بس إذا كان وقت هذا الك فهمه وحمت غنى أي شيء وحيابه كل دقن كصمالي ده إسلام كان لبده متقن لي عن كوبانين أدم وحن كواسيو إن معها حاجة كده يقدر يجت السفرة قاقوان المقالة سو مسكوش كجرو ولا تجوا كجرو سو وجه كده كجرو سو السفرة إنت بقى إن كلي سيدا هذا أي إيه أي سوي حاجة تبي حاجة تري رومانتيك يا ما تغنى يعني كرمني إن دي دكان كنا أنا سيدا صح مركب رومانتيك يا ما تغناي كلي سماردو يسخال دم وفهمين رومانتيكا لشيء كاس معها بفكرن كلي وقرمني إنه سكاهن هاي لا سورة هذا قاون قف قاون سيدي سور أدري وقاون هي سور قاون أدرتي رومانتيكا قف إنه قنيم هي بروح متغناي قف كأغلى قلة يقف مسكع على الدين تلي والله يا بيجي يا مسكع تكلم بتكل فيما وحكونا قلنا ما تغنى إن دتك ما كيسوق لسه محاضرين يوعدي وانو بفدين لوي مرك هذا دقن كاس دقن ير حلا عذق بي قرعة كل يوم أنا وان قرن واي قابل ملي ودي وهي ما كلا إن خدر نقوش شيء إن يلا لفت هذا أنا أفكر كشكت وري يا وحها إن نين كلا أو إيه ودي شيء كيسن جرين أصلا ما تغنى إن مقارنة ما كلا إيه ودري جرين ودري جرتي يا ويس قبين مركا كيس قبين يكين سقبين انت با كل يقفكي حرير اي ولا سمستان بو اي بدر جرت مركا دو قف وين او اغلى قراد له دين له هذا المتغناي حب دقن كاس سمينا يو هذا نكو دعوون يو قبلها ودلمنهين مركا كل دولنكا قبلها يدلمنهين ما ينا سور قاوان درام با الله قرر على سوور قوان دران. مين متغنى يوم قاور ماكس تربوس سيدايا متغنى المراديات يرومانتيك. تاسي أخلي قبل معها.
waxaan kaloo ay noo sheegtay in khaarka laftiisa isagana uu u soo diri jiray muuqaallo sidan iyo si la mid asna labadiina horta wada khaldaneedeen welina khaladka isaga ahaabaa daba socotaan wixii shalay a samayseen xumaanta ahaa ilaahay raalli ka ahayn gurigiina ku burburay waxaa muurkuusa raalli laga ahayn ilaahay ka ahayn cari ilaahay ka dhalanayso reerka isaga ma nagaanayo marka iyadoo tii ay jirto yaa haddana u taqanaay fadeexad ducada nabigu waxay ahay salalla wasalam ilaahuma taqanaay allahuma qalib alquluub thabit qalban calaa diinik ilaahay ma taqanaay quluubta gedgediyow allahuma yaa muqalib alquluubi ducada nabi sala slam waxay ahayd allahuma yaa muqalib alquluub thabit qalbana aw quluubana calaa diinik ilaahay quluubta gedgediyow qalbigaana ku sug diinta marka sidiisaba qofkan markii mataqana uu ka fogaado diinta dee wuxuu lugaha la gelayaa mataqana dhaqan islaam iyo mid mataqana baka aan lug ku lahayn iyo fadeexo adun intaba hadda fadeexadan iyada ah idinkaa mataqana meesha ku haystay haddana idinka maa isfashilayo bal maad aamustaan oo mataqana wixii samaysee mu idin asturnaado maynan samaynin social media la soo fadhiisateen asagaa ii diri jiray anaa u diri jiray waan isku diri jirnay hebel baa u diray heblaa isku dirtay halkaasaa loo diray dee in wixii idinka aad dirteen in dadkanna isku diraan iyagana maxadiidi because dee wax banaan yaala wey wax hadda qarsoonna ah waxaa markii sidiisaba shirkada googleka lagu diro wax adiga mataqaana keliya aad amarta ma aha meeshii la rabo lagu dirayaa wax adiga khaas ku ah ma aha laakiin waxaan la yaabi jirnay inta badan gabdhaha yaryarka mataqaana haddana u geysay nafta oo markaa nafta aan lahayn waxaa weye dee waxay waayeen qutulyoonkoodii waxay waayeen shoobinkoodii waxyaala badan markaasaa nin meelaha jira xoogaa lacag leh yaa wuxuu ku xujeynayaa adigoo qaaban sawirkaada iisoo dir markaasay u diri jireen kuwaasaan lala yaabi jiray laakiin qof weyn oo mataqaana hadi hadda la dhihi karo muxuuaha da kolley hadda da-dii ku jirto baashii qofkas uu garanaya iyadan way garanaysaa qof hadda mataqana maanta wax iskaga khaldamayaan ma ahan haddii la dhihilaha mataqaana waa ilmo yar mise waa dhalinyar oo mataqaana dhihilahaa qofka dhalinyarada intuu geedka booda tala ka booda ma ahan maanta way dhaaftay xilligeedaha kuma jirto marka qof weyn oo mataqaana maanta wixiisa mataqana kala garanayo wi xun iyo wixii san buu ahaa marka gabdhaha yararka arki jirnay in arrimaha ay sameeyaan kadibna lagu rakaateeyo dhibaato badan arrinta ay ka dhalato laakiin marnaan ismaanaan dhihinin qof intaa la eg weyn oo wax kasta fahansan in arrimaha caynkaas inuu sameynayo maan ogeyn haba sameeye haddana inuu social media uu la soo fadhiisto iyadana waa xumaan kale waxaa idin leeyahay xumaantiina kulley hadda bannaankay taalla wax qarsan ma laha laakiinse bal isku daya waxyaalo kale jiree inay igana aqrisaan intiina bannaanka keenin maxaa yeelay waxaan sidiisa markii idinka laisku celiyo waxaa soo bixi awel waxaa bannaanka taallay oo lasoo sheegay in fahimo khadar mataqaana sawirad uu ka hay uu social media geliyey laakiin kadib waxaa soo baxday haddana in khadar nin ka horreeyey ay sheekaysan jireen haddana sawiro ee u dirtay khaqaawan oo dhibaato lagala kulmay afkeedana ay ka qiratay iyada waa dhibaato berina wax kalaa soo baxayo intaynan taa gaarin intaynan taa gaarin waxaa habboon in halkaa iyada aad kusoo afjartaan oo bulshada xumaanta usoo bandhigaysaan aad joojisaan ilaahayna aad u tabadkeentaan u noqotaan maxaa yeelay dembi baad horay ilaah oga gasheen haddana mid kasii daran baad la sii gelaysaan oo bulshada ee xumaantii la sii wadaagaysaan bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkana bumbuuninta badani ha laga yareeyo bumbuuninta badan iyo qadqaadka farada badan ha laga yareeyo qof walbana tala guud oo wanaagsan oo wax u tarayso ha siiyo oo keliya weliba dadka la joogo iyo dadka garanayo intaa la hadashaan dadka iyaga ah ceebahooda bannaanka wado ha joojiyaan si mataqaana social mediahan waxaan ay xumaanta wadaan looga nasto iyagaan mataqaana ay u nastaan ilaahayna mataqaana aan looga caraysiinin waayo cari ilaah bay keenaysaa waxaan iyada ah ee hadda la wadwado ee haddana dadkii sii gaaray lasii faafinayo intaasaan kusoo koobayaa barnaamijkii yaraa koobnaa aan kaga hadlay khadar iyo fahima inaan ka hadla ma rabin laakiin markaan arkay qaabka ee mataqaana gabadhan ee u hadlaysa ugu dhiiran tahay mata qof markii xataa uu yar xishoonayo hoo yar waxayna waa baaki laakiin qof markuu ku dhiiran yahay shaygi waa dhibaato marka in bulshada looga degana waa loo baahan yahay marka gabdhaha iyagana mataqana iyo dumarka kale ee iyagana arrintaas oo kale sameeyeyin
هذا سمسين مرضا بكونوا قننا عيبين إلهي مثلا هاسترو إذا كان كوينا مثلا أسترتا هذا أسترو أسترات داس بقفك مثلا يكوليهي وناك يمثلا يو يوناك كوليهي يمثلا حشمت لكن مكي يحس أسترون وايو دي واحد أستريو ملحن ويحبناكو إيمانيا إنتا برامج كان ميدلا من كل منه وحالي ذكي تريا صومالي نبت.